بداية أسبوع موفقة، مرحبا بكم. هذا مواد الأخبار على قناة نسمة. البداية مع العناوين. حزب حركة وفاء يرفع قضية ضد إسرائيل وكل من تعاون معها في مقتل أبو جهاد. جمعية عتيد تعتبر أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتناقض مع مبادئ الاستقلالية والشفافية. إيقاف رئيس رابطة حماية الثورة بتطاوين على خلفية مقتل لطفي نجم. إحالة المعتدي على الرائد وسام بن سليمان على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة. مساء الخير. أعلنت حركة وفاء برئاسة عبد الرؤوف العيادي خلال ندوة صحفية أنها كلفت زوز محامين لرفع الدعوى أمام القضاء التونسي ابتداء من اليوم ضد إسرائيل في قضية اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير الملقب أبو جهاد سنة 1988 بتونس، خاصة بعد اعترافها باغتياله. أيمن معتوق. أعلن حزب حركة وفاء اليوم برئاسة عبد الرؤوف العيادي خلال ندوة صحفية أنه زوز محامين من الحركة باش يرفعوا اليوم دعوى قضائية أمام القضاء التونسي ضد إسرائيل بتهمة اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير الملقب بأبو جهاد. وأكد الحزب أن القضية تم تقديمها بعد ما اعترفت إسرائيل رسميا باغتيالها الشهيد أبو جهاد على التراب التونسي، وبعد ما نشرت صحيفة إسرائيلية صورة قائد وحدة الكوماندوس الإسرائيلي اللي اقتل أبو جهاد في 15 أبريل 1988. ملابسات هذه القضية لم يقع الكشف عنها أو تعمد خلال النظام السابق التعتيم عليها. التهم اللي باش تواجهها حركة وفاء لإسرائيل هي جريمة الحرب والقتل العمد لأبو جهاد وزوز توانسة في الأراضي التونسية، لكن السؤال المطروح هل من اختصاص القضاء التونسي النظر في قضية بحجم قضية اغتيال القيادي الفلسطيني أبو جهاد؟ في الحقيقة لا أرى أن القضاء الدولي حاليا يستطيع أن يساعد الدولة التونسية على تقديم الدعوة. لماذا؟ لأن يمكن أن نتوجه إلى محكمة العدل الدولية. حتى نتوجه إلى محكمة العدل الدولية وتقبل الدعوة لابد من موافقة إسرائيل. إسرائيل سوف لن توافق. سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية نصوصها تنص على أنها لا تنظر إلا في الجرائم المرتكبة بداية من 1 جويلية 2002، والجريمة 16 أبريل 1988، إذن غير مختصة. إذن يبقى القضاء الوطني. وأكد الحزب أنه سيسعى في قدم الأيام إلى توسيع تحركه عبر ضم أطراف قوى أخرى للمبادرة هذه، إضافة إلى أنه سيسعى في الأيام القليلة القادمة إلى عقد مؤتمر وطني للمحاسبة باش يتم فيه المطالبة بفتح ملفات الفساد، منها كشف تورط النظام السابق مع الموساد. ابتداء من اليوم صباحا شرعنا في توجيه مراسلات للأطياف وللأحزاب وللمنظمات الحقوقية التي ستكون شريكة معنا، بعد أن تحاورنا معها ديجا معنا بدأنا في الحوار معهم، لكن وجهنا اليوم مراسلات رسمية. الهدف منه فتح ملفات الماضي، تقديم كل الفاسدين كل المورطين مع نظام بن علي في حكومة الاستبداد والفساد إلى العدالة، استعادة المال المنهوب، تقديم الجلادين إلى المحاسبة، تقديم اللصوص إلى المحاسبة. بعد 24 سنة من وقوع عملية اغتيال أبو جهاد في تونس، حزب تونسي يقاضي إسرائيل على ارتكابها جريمة حرب في الأراضي التونسية، فهل سيتم توفير الوثائق اللازمة للقضية هذه حول تورط الموساد والرئيس المخلوع في العملية، أم أنها ستتلف وتبقى هذه الخطوة مجرد صرخة في واد؟ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين التجاذبات الانتخابية وانعدام الشفافية هو محور الندوة الصحفية اللي نظمتها جمعية عتيد اليوم، واللي أشارت فيها للتناقض والثغرات الموجودة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واللي اعتبرته مشروع متناقض مع مبادئ الاستقلالية والشفافية الضامنة لنزاهة الديمقراطية والانتخابات. هلا بالجمعة. قدمت اليوم جمعية عتيد قراءة نقدية لمشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم مدينة العلوم، وأشارت فيه إلى أن المشروع المعد للنقاش والمصادقة بالمجلس التأسيسي والمتعلق بالهيئة يتناقض مع مبادئ الاستقلالية والشفافية الضامنة لنزاهة الانتخابات. فما حاجات ما تصيرش من حيث الصيغة القانونية، وقت اللي يجي يقول لك يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الاختصاصات التالية، وبين الاختصاصات تلقى أستاذ جامعي. أستاذ جامعي ماهوش اختصاص، الأستاذ الجامعي هو مهنة، ولا يقول لك ممثل عن التونسيين بالخارج. ممثل عن التونسيين بالخارج ليس باختصاص، هو بصفة. مبدأ التناصف، مبدأ التناصف ما تذكرش في القانون هذا بتاتا. علاش؟ على خاطر ما وقعش عليه توافق. لكن إذا كان نرجع بالنظر للنظام الداخلي متاع المجلس الوطني التأسيسي في الفصل 57 متاعه، يقول وقت اللي الهيئات التشريعية مثلا منها الهيئة التشريعية ما يصيرش توافق على نقطة معينة تحال إلى الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي للبت فيها، وهذا ما وقعش. اقتراحات وحلول تقدمت بها جمعية عتيد وبعض الخبراء والمتعلقة بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يجب إقرار كون القرارات والتدابير التي تتخذ في نطاق الضبط الإداري الانتخابي تنفذ كما ونأكد كما الأحكام، ويجب التنصيف هذا كذلك كون سلطة وزير الداخلية في هذه الحالة تكون مقيدة
هذه بعض الإشكاليات وكنا بنعين عطينا بعض الاقتراحات. جمعيات أخرى كانت حاضرة في لقاء اليوم كما جمعية مراقبون اللي اعتبرت أنه مشروع القانون ما يخلوش من بعض الإيجابيات رغم الثغرات والنقائص اللي فيه. وقع معنا اعتماد التسمية القديمة اللي هي ليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هذه من الحوايج الإيجابية. وقع التنصيص على مثلا لي بريروغاتيف نتاع الانستانس هذه، معناه ما هماش خايبين. وقع مثلا الفصل بين الجهاز اخذ القرار والجهاز التنفيذي، هذه حاجه باهيه. فما نقايس في التفصيل نتاع الجهاز التنفيذي اللي نشوفوه اكثر منه اداري ومالي اكثر منه تقني، اما ديما حاجه باهيه. ضروره الوقوف على النقايس والاخطاء وتقييم عمل الهيئه السابقه والابتعاد عن التجاذبات السياسيه هو امر لابد منه لتلافي الاشكاليات اللي حصلت، وبالتالي بناء مؤسسه انتخابيه تتمتع بالاستقلاليه والحياديه. ويذكر إذا أنه غدوة يبدأ مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. والأكثر تفاصيل معنا في البلاتو سيد معز البراوي، أستاذ جامعي ورئيس جمعية عتيد. مرحبا بك سي معز. سي معز، هات نفسروا للتوانسة يفضلك ساعة، هل المشروع الذي يناقش غدا أنا هو منه؟ فما تقريبا 6 مشاريع اللي تم تقديمها للمجلس الوطني التأسيسي، فما اللي منبثقة عن المجتمع المدني، فما اللي منبثقة من عندكم انتم من عند عتيد وغيره. الآن ما هو المشروع الذي يتم طرحه غدا؟ المشروع اللي يتم طرحه غدا هو المشروع المنبثق عن أشغال هيئة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي. للتوضيح فقط، هيئة التشريع العام ما كانش عندها مشروع في المجال هذا خدمت عليه، هي معناتها تقبلت العديد من المشاريع، منهم 5 مشاريع هامين جدا. وعلى أساس حصص الاستماع هذه وأيضا استماع الهيئة القديمة بنات المشروع، والمشروع هذا ينبثق من عندها هي، وقدموا غدوة للمناقشة في جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي. إذا كان نحبه سي معز، يمكن هذا يمشي في تفكير الدستور نفسه وفكرة الانطلاق من الورقة البيضاء والتوافق بين المشاريع، وأنه كيلكو باغ المشروع يكون مع تأليفي بين عديد المشاريع. هل الفكرة هذه فكرة باهية ولا لا على حد تقدير؟ هو من المفروض مشروع كما هذا، خصوصا أنه بالذات مشروع بعث هيئة تشرف على الانتخابات، تكون مستقلة ومحايدة تشرف على الانتخابات، لأنه الهيئة هذه بذات عليها مشروع حساس، لأنه يهم الشأن العام بصفة عامة، ما هيش مسألة سياسية فقط، ما هيش مسألة اجتماعية فقط، هي مسألة عامة تهم الناس الكل بما فيها الأطراف المعنية الكل بشأن الانتخاب، بما فيها أحزاب، بما فيها مجتمع مدني، بما فيها المواطن، المرأة اللي في كوجينة الطايفة فتورة كما الراجل اللي قاعد يخدم على روحه، هذه مسألة تهم الناس الكل. هذاك علاش يلزم يكون فيها وفاق، حاولوا باش ما تصيرش فيها محاصصات سياسية ولا تجاذبات سياسية إلى آخره، ولا من بعضها على مبدأ الحياد والاستقلالية نتاعها. إذا على ليميت باهي أنه خارج ولا منبثق من السلطة الأصلية اللي هو المجلس التأسيسي. طبعا هي ما تنجم تنبثق كان على السلطة المكلفة بالسلطة التشريعية اللي هو المجلس الوطني التأسيسي، ما فيش خيار آخر. حتى الحكومة وقت اللي قدمت المشروع نتاعها قدمته لهيئة التشريع العام للنظر فيه، واستمعتهم كما استمعتنا نحن كما استمعت أطراف أخرى. المشروع اليوم اللي تقدم صحيح فيه إيجابيات كما قالوا في الروبوتاج نتاعكم، وخصوصا وبالذات معناتها وجود هيكل تنفيذي يشرف على الأمور الإدارية والمالية والتقنية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي ما كانتش موجودة في الهيئة القديمة، لكن فما العديد من النقائص، فما العديد من التناقضات في صلب هذا المشروع اللي من شأنه المس بحياد واستقلالية الهيئة هذه خصوصا في اختياراتها. في نقاط سي معز، شنو لو كان تعدلنا على حد تقدير عتيد النقائص هذه في نقاط سريعة ومن بعد نرجعوا لبعض التفاصيل الأخرى؟ شوف، في نقاط سريعة مثلا غياب تام وواضح للأحكام المتعلقة بمبدأ الشفافية لأشغال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فما التجاذبات السياسية اللي واضحة خلف أسطر النص هذايا فيما يخص تركيبة المجلس الأعلى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فما غياب للناس يمكن معناتها تقول اللي هو مسألة ثانوية لكنها مهمة، مبدأ التناصف اللي هي تونس مسحها على معاهدات عالمية في الشأن هذايا. فما المشروع في مجمله غير شامل، فما اللجنة الخاصة اللي باش تنبثق على المجلس الوطني التأسيسي اللي باش تدرس ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفرزها، كيفاش تتركب، كيفاش يصوتوا باش ينتخبوا هذوما، كيف يقع درس الملفات. تو كيما في درس الملفات يجي يقول لك مثلا، وتقوم اللجنة الخاصة هذه بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين. وين السلم هذايا؟
شبيه مش موجود في القانون هذا حتى كملحق باش نعرفوا شنو هو مدى معناتها شنو هما الاليات والادوات اللي باش يقع اعتمادها لاختيار اعضاء الهيئه هذه. ويجي يقول لك يتم اقراره بتوافق اعضاء اللجنه. يتم يا سيدي ما صارش توافق. بلوكاج، اذا كان ما صارش توافق بلوكاج، معناتها نحن كي نقراوا القانون هذايا لانه ما وقعش وضع رزنامه لاشغال اللجنه الخاصه بالمجلس الوطني التاسيسي رزنامه زمنيه باش نعرفوا بالضبط وقتاش يقع بعث الهيئه العليا المستقله للانتخابات وتبدا تخدمها. وكي نرجعوا لاحكام القانون هذايا باش نلقاو اللي الهيئه في على المنوال هذايا ما تتبعث يمكن كان من بعد يمكن مارس وشوف وشوف خاطر البلوكاج باش يصير آليا. وفما مسألة أخرى اللي هي مهمة ياسر فيما يخص السلطة اللي أعطيتها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة. السلطة فاش؟ كما نحن بحكم تجربتنا في متابعة أشغال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتخابات مجلس الوطني التأسيسي لاحظنا وكونه كانت مكبلة بنص قانوني يمنحها من التدخل لوضع حد التجاوزات اللي صارت والخروقات اللي صارت اللي هي كما فيها مثلا سلطة التعهد التلقائي وإلا سلطة توجيه الأوامر وإلا العقوبات ماهيش موجودة. حتى كي نحكيه كما اليوم في حصة في إذاعة قلنا معناتها السلطة هذه مش موجودة. جاوبتنا رئيس الهيئة التشريع العام اللي يخدموا المشروع هذا قد لا موجودة في الفصل 19. شو يقول الفصل 19؟ كما يجوز للهيئة. شنو يجوز؟ شنو يجوز؟ هذا مش مصطلح قانوني. تعرفش معناتها كما يجوز؟ معناتها أنت سيدياس مثلا غلط وواحد آخر غلط. بما أنه فما كلمة كما يجوز نجم نتبعك أنت ما نتبعش الآخر خاطر الآخر صاحبي. فهمني؟ فماش كما يجوز، لازم الأمور تكون واضحة. هل تعتبر سي معاذ الآن من بعد مناقشة في الجلسة العامة أنه من الإمكان تفادي يمكن جميع هذه الثغرات ولا ما تعتبرونها ثغرات؟ هي ثغرات موضوعية. حتى اليوم في الندوة الصحفية نتاعنا كما لاحظتوا عتيد ما كانتش وحدها، كانت معنا خبراء من طراز عالي كما سي أحمد سويب اللي هو معناتها قاضي إداري من الرتبة الأولى، كما سي قداس اللي هو الكاتب العام تاع الجمعية التونسية للقانون الدستوري إلى آخره. هل تعتبر أن الجلسة العامة تنجم تتفادى هذا؟ نحن وقع أيضا استدعاءنا اليوم في العشية للمجلس الوطني التأسيسي للمد بمقترحاتنا في الشأن هذايا لتفادي الثغرات هذية باش نقدموا القدام، لأنه فيه مش نقولها معناتها بكل ملخص، المشروع في صيغته الحالية من حيث الشكل والمضمون ما ينجمش يتعدى. خاطر حتى إذا كان تعدى في صيغته كما هي، مثلا كما نقولوا نحن غدوة كطرف ممثل عن المجتمع المدني نجم نقدموا قضية في المحكمة الإدارية باش نوقفوا بعض الإخلالات والتناقضات الموجودة في وسط القانون، لأنه ما يمكنش. نعطيك مثال بسيط يجي يقول نختموا به، يقول مثلا يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الاختصاصات التالية. من الاختصاصات يقول لك مثلا ممثل عن التونسيين بالخارج، ماهوش اختصاص، هي صفة. وإلا أستاذ جامعي، هاني أنا أستاذ جامعي، ماهوش اختصاصي أستاذ جامعي، مهنتي أستاذ جامعي. وهذه خلل من حيث شكل تنجم من شأنها تعطل أعمال اللجنة الخاصة المنبثقة على المجلس الوطني التأسيسي باش تدرس الملفات، لأنه أنا نجم نجي من بعد ونطعن ونقول على شنو اخترته السيد هذا، يقول لك ممثل بالخارج. قول لي سمحت في كلمة وسط الفكرة، في كلمة بدينا مأخر فاش في المشروع وفي العمل على الهيئة وتفعيل الهيئة من جديد، هل تعتبر عتيدا انه بدينا مأخر ياسر؟ كنا نجموا نبداو قبل. بالطبيعة كنا نجموا نبداو قبل برشا سي الياس، على خاطر توا بمقتضى أحكام القانون هذايا إذا كان مش يخدم كما هو. أنا نأكد لك حاجة، إذا كان في مارس أفريل تتبعث الهيئة العليا وتولي نافذة ونافذة المفعول، أنا معناتها معناها ومن بعد يقول مثلا كامل الجندوبي 8 شهور من بعد نجموا نخموا في حاجة اسمها انتخابات. لكن احنا نمشوا على كلامك أنت، مارس هذا يعطينا أكثر من أكتوبر 2013. إن شاء الله. شكرا لك سي معز بوراوي أستاذ جامعي رئيس جمعية عتيد، ونرجعوا للموضوع 100% في نسمة على خاطر الموضوع أصبح حيوي ومهم جدا. انعقدت اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي اجتماعات وجلسات متعدده، بدات باجتماع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر برؤساء الكتل، وتواصل بعقد جلسات مغلقه لكل من كتله حركه النهضه والكتله الديمقراطيه، وذلك في اطار الاعداد للنقاش العام حول مشروع قانون الهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي باش ينطلق غدوه. مفيد البشري. شهد المجلس الوطني التأسيسي اليوم حركية هامة ونشاط غير عادي، وين تشكلت اجتماعات متتالية من الكتل البرلمانية، وهذا في إطار الاستعداد للجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الهيئة العليا المستقلة لشرف الانتخابات باش نبدأ غدوة نقاشها، وهذه حاجة هامة المجتمع الكل ينتظر فيها. وأنا نتصور ما عندناش خلاف، أنا باش نقول هيئة مستقلة حيادية هي باش تعطي مصداقية للانتخابات هذه، هي شرعية باش
تعطي شرعية للمنتخبين الجدد والانتخابات. هي تحضيرات عادية، ما نحبوش غدوة يطغى على الجلسة نقاط النظام، وفي الأخر معناتها تعدى ساعات وما نوصل حتى شيء، خاصة أنه ديما نحلو في الحكاية نتاع التعديل ومبدأ التعديل وقداش نصوتوا على كل واحدة منها أغلبية مطلقة أو أغلبية الحاضرين. ثم النقطة الأخرى أنه وقت اللي تطرح التعديل يندرى تجتمع اللجنة أو تقترح صيغة فميكة. ومن جهتها عقدت الكتلة الديمقراطية جلسة استماع لعدد من الخبراء، وهذا للتوافق حول المقترحات والتصورات الخاصة بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نحب نغيبوا بصفة كلية مسألة المحاصة السياسية، ولكنها ما غابتش من خلال اللجنة اللي باش تنظر وتفرز في الترشحات. أن اللجنة هذه باش تكون لجنة بالنسبية، أي أن اعتماد المنطقة الأغلبية والأحزاب اللي عندهم أغلبية يكون عندهم أكثر عدد، وهذا ما حبيناش نوصلوا. الاجتماعات المخصصة اليوم تزينت مع زيارة عدد من عدول الإشهاد للمجلس الوطني التأسيسي، محتاجين على إقصائهم من تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. جينا عبرنا على رفضنا واستغرابنا في نفس الوقت، يقولوا للهيئة القديمة هي اللي نشحت الانتخابات، هيئة مستقلة محايدة ساهمت في إنشاء المسار الانتقال الديمقراطي، لكن للأسف الهيئة ذي بالتركيبة القديمة نشحت، وزاد حتى بالتركيبة ذي يحبوا ينشحوها. ونحن نستغربوا ونقولوا علاش وقع إقصاء عدول الإشهاد، علاش وقع إقصاء عدول التنفيذ اللي هما معروفين بالحياد متاعهم بالاستقلالية متاعهم. مشروع الهيئة اللي باش تم وناقشته غدوة في الجلسة العامة يشهد نقاط خلاف متعدة. الخلاف هو ما 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 هو مدى ما هو معنى الاستقلالية، الاستقلالية الإدارية والمالية. اليوم المجلس الوطني التأسيسي هو مجلس وطني مستقل إداريا أو ماليا أم لا؟ النقطة الأخيرة ما داولهاش في اللجنة المالية هي التناصف، وهو معناها احنا سندافع عليه في الجلسة العامة، أنه غير معقول أن هيئة انتخابية ما تكونش فيها مبدأ التناصف في تكوينتها، وسيكون هذا موقفنا غدا. هذا ونذكر أنه رئيس المجلس الوطني التأسيسي قابل رؤساء الكتل حرصاً منه على تحقيق التوافق قبل مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باش ما يكونش مصير المشروع هذا كيف مصير مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة بالقضاء العدلي. رغم الاجتماعات المعقدة اليوم، لأنه يبدو أن هناك إشكال مطروح حول النواب غير المنتمين للكتل واللي يبلغ عددهم 47 نائب، حيث مازال إلى حد الآن ما توافقوش حول النواب اللي باش يمثلوهم خلال الجلسة العامة اللي باش تنعقد غدوة، خصوصا أنه بن جعفر طالب بأربع أصوات فقط ينوبوا إلا مستقلين. افتتح اليوم السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة الدروس المتوسطية حول زراعة الزيتون، وهي برنامج ينتظم بالاشتراك بين المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والجامعة الدولية بالأندلس وبمساهمة المجلس الدولي للزيتون. الدروس المتوسطية هذه يؤطرها أساتذة وباحثين توانسة وإسبان، والهدف منها هو تطوير وتحسين مردودية القطاع والجودة من خلال إعادة رسكلت مهندسي القطاع الخاص والعام وإطلاعهم على آخر المستجدات العلمية والتقنية الحديثة. افتتاح الدروس المتوسطية هذه مثل مناسبة قدمنا من خلالها وزير الفلاحة بعض الأرقام والتوقعات فيما يتعلق بموسم جني الزيتون اللي ينطلق قريبا وصابة زيت الزيتون. هذه فرصة 50 مهندس باش يحضروا على دروس طوال أسبوع كامل باش تعطيهم فكرة على التقنيات الموجودة، المدرسين مش يكونوا مختصين توانسة ومش يكونوا أساتذة إسبان، احنا نعرف إسبانيا هي الأولى من حيث المساحات ولولا من حيث الإنتاج، بالتالي هي دولة متقدمة في مجال الزيتون، وهذه فرصة باش المهندسين والفلاحين متاعنا ياخذوا فكرة على ما التقنيات الموجودة في العالم. احنا نستناه ان شاء الله في 240 ألف طن زيت مش زيتون، عمناول كان عندنا كان 180 وكانت صبا باهية كذلك، ولكن العام اللي قبله كانت عندنا فقط 120 ألف طن، فبالتالي احنا ان شاء الله نستناه في صبا جيدة، ان شاء الله نلقاو شكون يجمعها فقط. لأنه الظاهر رغم ما يقال من أنه عندنا 800 ألف بطال، الشركات المقاولات مش لاقية خدامة، والفلاحة كذلك مش لاقية شكون يعاونها في الموسم اللي فات في جني الطماطم والبطاطا وتوا في جني الزيتون. تونس اللي تحتل المرتبة الثانية بعد إسبانيا من حيث المساحات المخصصة لأشجار الزيتون، كما تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج زيت الزيتون بعد إسبانيا وإيطاليا اليونان، وتصدر حوالي ربع الصادرات العالمية من الزيت سنويا. تم اليوم إمضاء اتفاقية تعاون بين بلدية تونس العاصمة وبلدية باريس، وتتعلق الاتفاقية هذه بهبة فرنسية تشمل أربع آلات للنظافة ودورات تكوينية للتقنيين في هذه الآلات، وتأتي الاتفاقية هذه في إطار معاهدة الصداقة والتعاون لتجمع مدينتي تونس وباريس الممضات منذ سنة
2004 ومن جهة أخرى فإنه باش يتم دراسة إمكانية بناء مقبرة مشتركة بين الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية في تونس العاصمة. Nous avons décidé aussi, monsieur le maire de Tunis et moi-même, de créer une école de la propreté, de manière à pouvoir former des agents municipaux avec nos savoir-faire partagés. Monsieur le maire de Tunis a ajouté une suggestion que j'entends avec beaucoup d'émotion et que je vais soutenir avec une détermination sans faille. Déjà, il y a quelques années, pas mal d'années, au nom de l'Association internationale des maires francophones que je préside, nous avions pu rénover 3 cimetières à Bizerte, le cimetière musulman, le cimetière chrétien, le cimetière juif. Le respect dû à tous nos aînés, quelle qu'ait été leur vie dans notre sol natal, la Tunisie, et en harmonie avec l'âme du peuple tunisien, qui est un peuple ouvert aux autres, toujours fier de son arabité et de sa culture musulmane, mais toujours ouvert à toutes les autres identités. تم اليوم الصباح تعيين جلسة التعقيب للمنتج التلفزي سامي الفهري وذلك نهار 13 نوفمبر الجاري ونذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري منذ شهر أوت الفارط ضمن قضية شركة كاكتوس للإنتاج والتجاوزات المالية الحاصلة فيها بعد ما قامت النقابة الأساسية لأعوان السلك الإداري بالتلفزة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية والمكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية ضد سامي الفهري. حسب وكالة تونس افريقيا الانباء ولات فرقة مقاومة الإجرام أمس الأحد بتطاوين استنطاق عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في قضية موت لطفي نقد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ومنسق نداء تونس في الجهة وتقرر مساء أمس حسب ما أفاد به مصدر أمني الاحتفاظ بثمانية أشخاص على ذمة البحث للاشتباه في ظلوعهم في أعمال عنف ومن ضمنهم رئيس الرابطة الشعبية لحماية الثورة في تطاوين ويذكر أن عائلة الفقيد وممثلي عديد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني نظموا البارحة الصباح وقفة احتجاجية أمام دار الشعب بتطاوين طالبوا خلالها بالإسراع في كشف حقيقة وفاة لطفي نقض عقب مسيرة 18 أكتوبر الماضي بالمدينة وتطبيق القانون على كل من تثبت التحقيقات طورته في الجريمة هذه. وحين اليوم الصباح المواطن التونسي المحسوب على التيار السلفي المعروف باسم صدام امام قاضي التحقيق بالمحكمه الابتدائيه بمنوبه على خلفيه حادث الاعتداء على الرائد وسام بن سليمان نهار السبت اللي فات خلال تدخله لفض مواجهات بين مجموعه من باعه الخمر خلسه ومجموعه من السلفيين ونذكر انه تم القبض على السلفي صدام نهار الثلاثاء الفارط بمدينه بوسالم من ولايه جندوبه بمنزل احد اقاربه صحبه شخصين كانوا باش يساعدوه على الهروب خارج الحدود التونسيه حسب التحقيقات الأولية. أصدرت وزارة الداخلية اليوم بلاغ أكدت فيه أن كل تهديد أو محاولة لتعطيل الأنشطة الشرعية يعتبر عمل خارج على القانون ويعرض مرتكبيه للتتبعات ويجي هذا على خلفية ما تم تداوله على صفحات المواقع الاجتماعية الفيسبوك من اعتزام مجموعة تنسب نفسها إلى مجالس حماية الثورة منع اجتماع حزب نداء تونس خلال الأيام القادمة بأحد نزل العاصمة وذكر بلاغ الوزارة أن الوحدات الأمنية بدأت في البحث في الموضوع وجاء في البلاغ أن وزارة الداخلية تحرص باش تقوم كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات بنشاطها في كلف الحرية واحترام القانون من غير مضايقات. حالة من التهميش والحرمان تعيشها عائلة فتحي البجاوي اللي يسكنوا في منطقة سيدي نصير بمعتمدية جومين بولاية بنزرت خاصة وأنهم يفتقروا الأبسط ضروريات العيش. حاولنا في كل مرة نمشي ونشوفوا مع أرقام الفقر اللي قاعدة تتفاقم الروبورتاج هذا اللي رجعنا للعائلة هذه سوا شقرون. فتحي البجاوي مواطن عمره 43 سنة يعيش مع مرته وأربع صغار في كوخ نائي لا فيه لا سقف ولا حيوط كالديار العادية باش تحميه هو وولاده من برد الشتاء، مع العلم انهم يعيشوا في منطقة جبلية في سيدي نصير التابعة المعتمدية جومي. مشيت للسيد المعتمد انا وقلت له فاش شتاء فين باش نطيح، الاخر تعاوني الاخر على باش بس تعاوني باش نغطي به بيوتي معناها وذوين صغار وين باش تطيح بهم فاش شتاء ضم؟ وين باش نردهم من تو؟ فتحي ذاقت به الدنيا وقرر باش يبعد على عائلته ويلوج على خدمة في تونس العاصمة فماش ما يوفر مورد رزق ليه ولولاده، لكن كيما يقولوا من هوني تشوي ومن غادي تكوي. اعملوا معمولكم الرب يشوفوا حل وين مش نسكنوا، راهو تو جاي شتاء معناها الكلها تكتر، هذيك تكتر هذاك زاد يكتر، لكف هذاك يكتر.
شوفونا حل، شوفونا حل على قريب، معناها بيت ولا المشي كتب من ربي نسكنوا فيه، وحل المولى بيتي معناها تو من قبل رمضان وهو بطا. مشكلة فتحي ما وقفتش حد الدار، وإنما زاد يخمم على مستقبل أولاده اللي خرجهم من القراية نظرا لعدم تمكنه من توفير مستلزماتهم المدرسية. لكن المرة هذه اتدخل أولاد الحلال وعاونوه وأنقذوا طفلة ما عندها حتى ذنب في اللي قاعدة تعيش فيه. بطل ولقت بالنهار، معناها زعما وصلت زعما بطلت، تبرع لي ولدي حلال أو من هنا من المنطقة، معناها خسر لي كتب وخذ لي الكراتيب وقال لي ما تبطلهمش. نحب نقرا ونحب الجمعة ما يجدد. حالة فتحي البجاوي مش الوحيدة من نوعها، وإنما فما برشا عائلات يعيشوا في الفقر والحرمان ويطلبوا من ذوي القلوب الرحيمة باش تمدهم بالمساعدة، فماش ما ينقذوهم من التشر. وين باش نطيح؟ وين باش نمشي؟ أشنو الحل نتاع؟ باش ما ننساوش روح الثورة، وباش كل مرة نذكروا هذه الروبورتاجات تلقاوها في أخبار نسمة من مرة لمرة، وتجدر الإشارة أنه الإحصائيات الأخيرة اللي قام بها المعهد الوطني للإحصاء بتونس بينت أنه 15.5% من مجموع السكان يعانيوا من الفقر، أي ما يعادل 1.5 مليون نسمة. كما أوضح المعهد في بيانه أنه الفرد يعتبر فقير وقت اللي ما يتزاوجش مستوى استهلاكه السنوي 1277 دينار للفرد الواحد في المدن الكبرى و 820 دينار في الأرياف. نمشي إلى الجزائر. تم البارح لحد أعطى الإشارة الخضراء للأحزاب السياسية في الجزائر المتنافسة واللي يبلغ العدد نتاعها 52 انطلاق حملتها الانتخابية، وللتعريف وللتعرف على الطريقة والوسيلة المنتجة واللي باش يعتمدوها في مباشرة حملتهم الانتخابية ترقبا لمحليات 29 نوفمبر القادم. انتقلنا إلى عديد الأحزاب، تقرير بالقاسم شحاوة. المتتبع لنبض الشارع السياسي الجزائري يرى أنه يسوده فتور وبرودة كبيرة قبيل انطلاق موعد الحملة الانتخابية لاستحقاقات محلية 29 نوفمبر 2012. الجو السياسي بارد ومتشنج، ونستطيع نقول ولا مبالي. راك تشوف اليوم بدت الحملة ولا كاين بانو فيه لافتة. علاش؟ لأن البارح فقط نعطونا الأرقام تاعنا. نحن نريد أن نعيد إلى هذا الموقع البلدية باعتباره الخلية الأساسية، المكان المرموقة، طبعا بالإضافة إلى الخطاب السياسي الذي نركز فيه على ضرورة توسيع الحريات وعلى العدل. محطتنا الثانية كانت بيت الأفلان. أكد لنا القيادي دعدوع العياشي أنه سنجتهد في رسم طيف المجتمع الجزائري لنواصل في كسب أصواتهم. بدينا الآن اليوم حملتنا الانتخابية هنا في العاصمة مع الأمين العام، وسنواصلها إن شاء الله بمهرجانات ولائية وجهوية يصرف عليها الأمين العام، ثم بعمل تحسيسي جواري تقوم به كل القيادة نتاع الحزب. الحركة الشعبية الجزائرية انفردت ببداية حملتها الانتخابية بتجمع شعبي حاشد بولاية تسمسيلت. ومن خلال زيارتنا لمقر الحزب فإننا وجدنا حركة دؤوبة تنبئ أن حملة الأنبياء ستدخلها معترك المحليات بقوة، منتهجة في ذلك اتصالها المباشر بالمواطنين وتجسيدها للديمقراطية التساهمية. رغم هذا وذاك، فإن هناك شبه إجماع من قبل التشكيلات السياسية المشاركة على أن نسبة الإقبال الشعبي لهذا الاقتراع ستكون أكبر من تلك المسجلة في تشريعيات مايو الماضي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب مجالس محلية تدير الشؤون اليومية للمواطن. نبدأ جولتنا الإخبارية العالمية اليوم من سوريا، وين أسفر انفجار سيارة مفخة عن مقتل شخص وإصابة العديدين في وقت توصل فيه المساعي الدولية لحل الأزمة السورية في القاهرة. سوها شقرون. يتواصل تأزم الوضع الميداني في سوريا، وين أكد ناشطين حقوقيين اليوم مقتل شخص وإصابة العشرات من بينهم أطفال في انفجار سيارة مفخة في حي المزة في العاصمة السورية دمشق. وفي نفس السياق أظهرت تسجيلات فيديو قام بها هوات ما يسمى بالقصف العنيف والمتواصل على المناطق اللي سيطر عليها الثوار في أنحاء سوريا. أما سياسيا، التقى اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرئيس المصري محمد مرسي وزير الخارجية محمد عمرو كامل. هذا كان في القاهرة لتباحث الأزمة السورية.
يبرر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني اليوم أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة بيع الأسلحة للسعودية بأنه كل بلاد عندها الحق في الدفاع عن نفس، ويسعى كاميرون لبيع الأسلحة في الشرق الأوسط خلال الرحلة اللي يقوم بها في المنطقة لكل الدول اللي عندها سجل حقوق الإنسان. 22 شخص وهم حصيل ضحايا الأمطار الغزيرة اللي نجمت على العاصفة الاستوائية في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، والعاصفة هذه تعتبر الأسوأ منذ 40 عام حيث وصل منسوب المياه فيها ل 31 سنتيمتر وأدت النزوح حوالي 95 ألف شخص. في الوقت اللي يعيش فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومنافسه ميت رومني النهار الأخير من حملتهم الانتخابية، تنبأ عراف يبلغ عمره حوالي 105 أعوام فوز أوباما بعد استخدام أصداف وعظام كان يبعثرها قدام الكوخ متاعه في كوجيلو غرب كينيا، وهي القرية اللي عاش فيها في السابق والد أوباما. هذا وكانت التوقعات مرتفعة اليوم في كينيا فوز أوباما في الانتخابات هذه. شكرا لكم على متابعة الأخبار على قناة نسمة. الموعد مع الجزء الثاني من نسمة راب اليوم في نسمة مع حمزة. تقبل غدا إن شاء الله في الأمان.